كما اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في بروكسل اليوم مع معالي صوفي ويلمز نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في مملكة بلجيكا وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي في العاصمة البلجيكية تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين بالاضافه الى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك